صار لا تختار الأمنية، ما بتعرف شو هو اللي صار لا تختار الأمنية. راجع راجع بعد غياب لا مدرستي والأحباب، راجع راجع بعد غياب لا مدرستي والأحباب. أهلا أهلا بالطلاب، أهلا بالغلباوية، حقت أهلا بالطلاب الكشلية يا غلباوية. صف يا بلطفي وطفي يا معلمتنا، وين الضرب خلينا عالجاه الحرب، يا معلمتنا حوطج بالله خلينا عالجاه الحرب. نعرفها الشرق من الغرب ونحقق هالأمنية، ونحقق هالأمنية. بقيت بالمفك على عينك جو 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 يا شباب. معلمنا يا ابن الناس، جربنا من العين وكاس، كنتوا من أهل الأحسن، شلنا البحر والله أمية، يا مريم والله أمية. بين الهرشات محلات وشان الله يوزوني تحلم. يا أوس يا معلمنا يا إنسان، اسمك للمجد عنوان، اسمك باقي على الزمان، اسمك باقي على الزمان، كلماتك محمية، كلماتك محمية. العلم نور ومنار، والجهل لا يبني الدار. وشو مارك زعلان؟ بوزك 10 شباب وانت الصادق 100 شبر، واذا مش مصدق قيس. بقيس الا تدري جاي اشوف. يعني بيجي حوالي 100 شبر وفتر ونص. سلامه. لو ايش بوزك ماخذ بالعرض يا زلمه من هالمناسبات الاجتماعيه اللي مش قادرين عليها؟ عندك مناسبه اجتماعيه وما بتحلينا يا زلمة؟ هذا ابن عمة خالة مرتي اللزم مرض، قال ايش لازم تعمل بيدك هدية وتروح تطل عليه. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمه. تفقيد الله رحمه. بس الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانا مش قدرتي كل يوم والتاني احمل هدية واروح اطل على الناس. ايه وانت زعلان عشان هدية يا سلامة؟ ابيه ما بخلك. لا مش بخل، هذا اسمع اقول لك، هذا احتراز. اي انا ابن اختي اللي هو ابن اختي طلع له سن، عملوا له سنونيه، وعلى هالسن بيجي تكلفه 1100. هذا لو ركب طقم سنان كان خرب بيت اهله. اقول لك وراي جو. ابو فاي. نعم يا هذا. ترى بعد المدرسه لا تغيب، بدي اياك. بدك اياني ولا بدك خدماتي؟ حدد، انا بحب الاحداده قصدي الوضوح. بدي خدماتك. بمصاري ولا ببلاش؟ اذا ببلاش انا مش فاضي لك من هون لسنه ونيف، اذا بفلوس انا فاضي من زمان ونيف. شو مصاري يا زلمه؟ كول بشرني، شو بتستنى؟ الحقيقه بدي اياك تطهر لي هالولد. اعتبره مطهر من هالكيتة، هات الاجره بعطيك اياها، وبعدين بدي اعزمك وبعزم شيلي البس وردي وبعزم كل الشباب. ترى واقعه البناسف حبطرش يا ابو موسى. ما دام حبطرش يا ابني انا مبسوط لك، حبطتك والله يا زلمه حبطرش. وطبعا بدك سكاير عشان انا معزيم السكر وحابب بصير ايش يعني. طبعا بدي سكاير ومهربه منك كمان. بدي اسوي حفله تحكي عنها البلد لتسعة اشهر جايات. بس 9 اشهر؟ قليل يا بخيل قليل. هو من هون لتسعة اشهر شيري لي بكون جاي الولد الثاني وبسوي له حفله مثل اخوته
وبرد على الحفلة ولا 9 أشهر بعدين، يعني راحت وغابت عنك دواريك. شيل الدواريك. شو دواريك هذه؟ أنا حدايا دواري، أنا حدايا دواري. أنت حدايا دواري. بس بس أنا فرحت لك، حوطتك والله. يا زلمة، شو هالكاز اللي حاطه على وجهك؟ شيل مهرب. شيل الليمن سوبر ولا عادي هذا؟ داري عنه هذا الولد. كلها أنا صاحبك ولا لا؟ أنت صاحبي ولحم كتافك من خيري. مليح، مدام هيك بدي إياك تحضر لي 4 ذبايح على كيف كيف كيفك. وليش ال4 ذبايح؟ شو بدك فيهم؟ إلك لحالك بدك تاكلهم؟ أنا بدي أكلهم؟ إذا ما أردت أنت ما تركز معي. أنا مرات بشوفك بني آدم عادي ومرات بشوف شوارب بس. لدي زما عمرك شفت بني آدم باكل 4 ذبايح؟ أنا بلهج لي 2 والثنتين الثانيات بدي أوديهن لأهل مرتي. ممتاز. طيب وشو هي المناسبة يا حمدي؟ ابن خالة عمة المرة نجح بالتوجيهي، عقبال عندك إن شاء الله، وحابين يفرحوا بيه على حسابي. عقبال عندي قلت لي، بعد عمر طويل أحلى يا دوب لسه بنفك الخط. على ستار التوجيهي، هو قد جاب قرابة المرة اللي عندك بالتوجيهي؟ بقول إنه جاب 53 و13. 53؟ أي هن 53 بدخل الجامعة؟ أي بيسمحوا لهش يقصدر جنب الجامعة؟ أقول لك إن أجت علي أنا بدخلوش على ملحمتي وهو جاي 53 بس. زمالك أنت مستقل 13 هذول؟ أي أنا بحمد الله 100 اللي ما جاب 18 ولا كان خسروني 20 ذبيحة. طيب المهم خلاص اعتبر الذبايح وصلوا. اعتبر حالي معزوم يا حمدي. زم كيف لحد؟ كلياتكم معزومين على حسابي، خليها تكمل ولا حد يحوش. لا 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 تعزم كثير، اللحم بخس. ما إذا عزمت ناس كثير اللحم بخس. أقول لك ولا شو رأيك تأخذ 5 ذبايح ولا 6 ولا 7 ذبايح 8 10 ذبايح برأيك بالسعر؟ 12 ذبيحة 15 ذبيحة برأيك بالسعر؟ 17 مالك. تفضل. مساء الخير يا قرنفلة. يسعد مساك. شو بشوفك مبسوط؟ إيه طبعا مبسوط والله، يسعد الله. يا سيدي إن شاء الله دايما. احكي لي شو اللي باسطك عشان أشاركك فرحك. هذا يا مستر قرنفلة، جدي اللي كان مهاجر على أمريكا اليوم بعث لي رسالة بعد انقطاع دهره بحاله. أوف. طب والرسالة اللي أبسطتك ولا اللي فيها؟ ولا شو بعرفني شو اللي فيها، ماني ما بعرف أقرأ. أنا جيب لك إياها لهون عشان تقري لي شو اللي فيها. أعطيني. يا بس قولي لي شو اللي فيها، ولا من بخله مش كاتب ولا كلمة؟ لا فيها. قولي لي شوقتيني. أنا آسفة يا عم غافل إني أبلغك، بس هم بعتي لك الرسالة بقولوا لك جدك الله يرحمه. شو يعني؟ يعني الله يرحمه. اتجوز؟ عم غافل يعني مات الله يرحمه. طب وأنا شو أساوي؟ كيف شو تساوي؟ ما هو يا مس أول مرة بموت جدي وأنا بعرف شو اللي بدي أسوي. عم غافل يعني في هيك حالات المفروض تخبر أهلك هلا، وثانيا تفتح بيت للعزة عشان الناس تعزيك. عزيني. يسلم راسك والدايم الله. شكرا. إذا بتحب تروح أنا ما عندي مانع. على كيفك. طيب اتفضل معي نخبر الطلاب أصحابك. ماشي. يا الله. ارفع هنجيلك هذا سوي هذا وانت الاخرى تعال ارفع بارك. لا خليك قاعد خليك قاعد. ابي جيت المسكين قيام. تفضلوا ارتاحوا يا شباب. صحيح في خبر سيء بدي اقول لكم اياه. ايش يا دحنوني؟ نقلوكي على الجفور؟ لا هذا خبر ما بزعل، لانه المفروض المدرس يدرس في اي منطقه من مناطق بلده. اذا انطردنا من محو الاميه؟ برضو لا. يكشري يا ضيم حالي، وما شو تقولي انك تجوزتي؟ لا الصحيح انه جده للعم غافل اعطاكم عمره الله يرحمه. تفضل استريح يا عم. لا حول ولا قوه الا بالله. دايم الله العمر لك يا حجي. مس هذا العم غافل في له جد لحد الان عايش معقول زينا؟ كان مهاجر بامريكا وتوفى هناك، تقدروا تعزوه هلا اذا حبيتوا. ها ليش لا؟ العمر لك يا عم غافل، ولو انه ما تبعز شبابه بس كلنا الها. الله يرحمه. تعيش تعيش.
وري يا عم غافل، رغم اني فرحان بطهور ابني بس زعلاني وفاة جدك. شيري احفظ هاللطش ها؟ وري همك فتو. مبروك. الله يبارك فيك. ايش يا ابو فايق؟ بتبارك له وجده ميت؟ صحيح، ليش قاعد مش بارك لي؟ بعدين انا ما ورثتي شيء عنه، انا طفران وهو طفران. يا مس انا بقول له مبروك عشان هذا جده مات في الغربه واندفن هناك، يعني لو مات هنا كان عارف حاله ويجري من دائره لدائره، شهاده دفن، شهاده وفاه، وهذا كلها فيها فت ودفع. وحجز السيارة لنقل الميت وهذه بها دفع، وسيارات تزم المعزيين وهذه بها أيضا دفع، وحجز أبر وهذه برضو فيها دفع. وإذا الواحد حط شاهد رخام على القبر العم غافل بده يحط رخام ديلوكس ومستورد وهذه بها دفع. ها شفت يا بس، وعشان كل الشغلات هذه الذي ذكرها الزملاء أنفا أي سابقا يعني هو الكسبان والربحان، فمبروك يا عمي. والله يبجها مبروك. وانتو نسيتوا انه اذا ماتوا حطوه بالثلاجة ما بطلعوه منها الا يدفع المعلوم. طب بس يا شباب بس، المفروض هلا تواسوا للعم غافل مش تصعبوا الموضوع عليه، والميت ما بجوز عليه الا الرحمة. الله يرحمه. ولي يا مش بقول والحكي للجميع انه كل ياتنا اليوم الميزط من الحصة، انا بلاش نوغضها ونقف وقفة وعدي شيلينه مع العم غافل. بس يا شباب معلش يا مس معلش، الدروس اللي بتروح علينا بتعوضينا اياهم في يوم ثاني، يعني بتعطينا دروس اوفر تايم بدالهم. ماشي يا شباب، يسلم راسك يا عم غافل، واي شيء انا موجوده عند اذنكم. وراسك وراس اهلك. غافل غافل وين رايح؟ بدي اروح. وين تروح؟ انت بتفكر انه دخول الحمام مثل خروجه؟ شو بتقصد؟ الميت ميتكم، بس احنا لازم نقوم بالواجب ونص. طب ما تقوموا بالواجب. هذا بالمؤاخذة وهذا بدو ترتيب. شلون يعني؟ شلون يعني؟ يعني وين بدك تفتح العزاء؟ وين بدك تفتح العزاء؟ وفندق 70 جو، دارك تفتحه. لا لا يا غافل، دارك بتسعش كل المعزيم. هم معزيم ولا معزين؟ كل واحد. بس دارنا بتسع، لأنه احنا معارف رجلات وما لناش حدا. واحنا الك. ها طبعا احنا له طبعا، اذا فيش لك معارف بنجيب لك معارف من العزانة يا زلمه ونحطهم في العزاء عشان يقولوا عليك انت مهم هولا هولا وعيلتك كبيره. والله يا زلمه. طب وين نساوي العزاء؟ قلت لي وين نساوي؟ انا بقول لك هون بالمدرسه اشرح واوسع وابرح. طب المس قروفله تكبر؟ انا بقنعها، اعطوني شوي بس وبرجع لكم بالخبر اليقين. كبستك كبستك، طاسة ترن طاسة، هنا وفي البحر غطاسة، بتفكر شغلتك سهلة يا حزيط. شوف يا عم غافل، الميت راح واستراح والله يرحمه، بس انت اللي مش رايح تتريح. بحر علي، فتح عينك توش الملبن، سكرها توش الهوى. ما هو يا عم الموضوع بخربط، اترك فرحتي بطهور ابني شيلني وبروح اعزب وفاد جد غافل. اي ما هو هاي الحياه وهاي الدنيا يا جميل جمال، ملكش مثال انت الثاني. المفروض فيك تفرح لطهور ابنك وتزعل شوي لما صاب صاحبك غافل. فعلا يا جماعه، الفرح والحزن هذول موجودات هون بالقلب، واني بدي ازعل شوي مع العم غافل، وبدي افرح شوي برضو عشان مرتي قرابتها نجح بالتوجيه. وانا يا اخوي حمدي ربحان على الجهتين، بالعزاء بذبح خرفان وبالفرح بذبح جديان. زمانك انت قاعدين نحكي احنا عن الفرح والحزن والمشاعر هاي الانسانيه، نازل تذبح لي وتصلح هالسعيات انت مالك؟ يعني هالسعي اخوي حمدي مش الحياه كلها بتمشي بالاكل؟ احنا لماذا نعيش؟ نعيش لكي ناكل طبعا، والاكل بايش بده؟ بالجديان وبالخرفان وباللحمه وبالخبز مالك. نعم لازم نذبح. طب ما هو لازم مالك. لا يا ابو شفه لا يا مس، هذا طلب انساني، ما بيصير استغلال اماكن حكوميه لمصلحه خاصه، هذا اشي ممنوع. انت لو ايش دحنوني ماسك السلم بالعرض، ما تمسكيه بالطول،
يعني إذا عملنا العزاء بساحة المدرسة وزارة التربية والتعليم ودها تخسر؟ القانون قانون. آه بس بكل قانون باستثناءات خاصة، وهذه حالة إنسانية وبتقتضي ذلك. يعني إحنا ودنا نرقص ونغني بالعزاء؟ أنا ما بطلع بإيدي إشي. ما حدا رح يعرف إشي. نعم حتى ولو. إيه أنت بس طقيهم تلفون بل تنسامحوا. حاضر. ألو. رخمتوني، دوشتوني، جننتوني، فهموني، شو اللي أسوي؟ أنا بفهمك. شوف خيالي، أول إشي بدك تستأجر كراسي للمعازيم، الوادي ولا يهمك فيها، أنا بدبر لك كراسي أرخص شوية من سعر السوق. وطبعاً العزا بده قهوة، بده شاي، وبده دخان، أهم إشي الدخان، فيش عزا بدون دخان يا زلمة. طبعاً يا عم خافل، أنا خذايا الدخان، ببيعك قد ما بدك. بترخص لي؟ لا برخص لكش، قصدي طبعا بدي ارخص لك، ما انا بدي اشرب من هنا على الكليله 7 بتشتات هذولا. استلم. شوف يا عم غافل، وانا عندي جاكيت هيك بلبسه للعزا وبس، هذا بلبسه عشان لما اروح لعزا يحطوني في صدر الدار. واحنا بنحطك في صدر المدرسه. ايوه برافو عليك. وتشيل الامور الثانيه بتتدبر يا زلمه. انت فيش عليك غير انك تصب قهوه وتوزع قهوه وتصب قهوه وتوزع دخان. ها بدك ولك تحترمنا، والله اذا ما احترمتنا قدام الناس لما ورجيك وبناخذ العزاء احنا عنك. شوف بعدين في شغله ثانيه ومهمه هذه، ولو انها متكلف يعني، بس انت لازم تسويها لانك منطر. ليش منطر؟ يعني اسمع، لازم انت تغدي وتعشي المعازيم 3 ايام وثلث. ماني بنخرب بيتي لمين سنه قدام. ما ينخرب بيتك، احنا شو دخلنا؟ قصدي المهم سمعتك يا ابني الحلال، المناسف مهمه هودا هودا في العزاء. يا زلمه الناس بيروحوا على العزاء حتى يلقوا فيها مركه. خذ حطه في المركه يا سلامي. لا تخافش تخافش. معك حق يا استاذ. هاي جزء من العلاقات الإنسانية بين الأفراد والمجتمعات والمؤسسة اللي بنتموا إلها. طبعاً طبعاً. صحيح إحنا بدنا نساعدهم، لكن رأي الأول والأخير لحضرتكم. بارك الله فيكم. شكراً. مع السلامة. وافقوا إنكم تستعملوا الساحة. إيه ما حلاهم وهم مش موافقين بعد ما طقتيهم الخطبة العمصاء. يا ابو شاف الخطبه بتكون عصماء مش عمصاء. عمصاء عصباء عمصاء، المهم تجيب نتيجه. ماشي بس بدي نظافه الساحه اهم اشي بعد العزاء. ولا تخافي لا تخافي، النظافه عندي ولازم ذمتي الا ترجع انظف من اول. ايه هذه مدرستنا ولازم نحافظ عليها. البشرى البشرى الحلوان يا شباب. بشر يا ابو شف بشر. الدحنوني وافقت على انه نعمل العزاء هاني بساحة المدرسة. خلاص شباب هيك انحلت نص مشاكلنا. بقولوا ما اهون العرس لولا طقاطيكم، ما انا فاقول ما اهون العزاء لولا مخاسره. طقاطيكم ومخاسره مش مشكلة، المهم ان نقوم بالواجب. طبعا لازم نقوم بالواجب، وزي ما احنا لازم نحترم الميت تبعه فهو لازم يحترمنا ويقدرنا كمان. طبعا يا عمي ولا كيف العاد، اي هاي انت تبارك في فرحتك بالطهور ابني وجايب شي ما على عم غافل. والناس لبعضها، وطالما احنا لبعض البعض بدي تشدوا الهم يا شباب. واحد ينط يجيب كراسي، وواحد يجيب ترابيزات، وواحد يعمل قهوه وشاي، وواحد على الجريده يحط عزا، وواحد للدخان. اهم شيء في اللي قلته موجود حذاي الدخان ولا. خلص شباب يلا بدي همي حركه قبل ما يجونا المعازيم. كلمنتينا 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 يا عزايم ذبحتينا يا عزايم ذبحتينا انا كلمنتينا كلمنتينا يا عزايم ذبحتينا يا عزايم ذبحتينا يا عزايم ذبحتينا كلمنتينا كلمنتينا الله يرحمك يا جدي. جاي توديني رسالة من أمريكا بعد ما أموتك.
قال تقول لي اخواننا فوتك انا لله وانا اليه راجعون. انا لازم اطلع اشطر منهم هذول كلياتهم. حيتان قال انا حوت اكثر منهم. حيتان لحظه موضح. لحظه شوي عم غافل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. خطوه عزيزه. شلونك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. الله يسلمك. تفضل تفضل. شكرا. اخ يا ضلاعي. حياك الله عم غافل. هلا بيك. منور. اهلين. كيف صحتك؟ الله يسلمك. الله يرضى عليك يا حمدي. الله يرضى عليك يا رب. اهلين. اكيد جاي تحتفل معاي بقرابه قرابتنا اللي نجح بالتوجيهي. ونجح؟ كيف؟ وتقول لي انك مش جايب هديه معك ها؟ يا عيب الشوم عليك، وتقول لي انك جاي وايديك فاضيه. تعرف يا حمدي، ايدي زي جيبتي فاضيه. فاضيه؟ طيب يعني عم غافل عدم المؤاخذه. شو سبب الزياره الكريمه هاي تبعتك الي هون؟ شو؟ يا حمدي، انا جايك موضوع. موضوع؟ طب احكي خالي مالك، انا زلمه وراي مواعيد. بدي اروح احتفل بقرابتنا وبعدين اجي اعزي بيك، قصدي اعزي بجدك اللي توفى. شو في احكي؟ ما هو انا جايك مشان العزا. يا زمالك احكي، شو عزا وما عزا؟ احكي مالك، انا وراي مواعيد بقول لك. عمالك عمالك احكي يا عم غافل. يا حمدي مالك؟ انت عارف انه العزا بكلف. اذا ما يكلف، اذا بكلف فتكلف، انا شو دخلني؟ حمدي أنا مش قادر أقصر بحق جدي، فبدي منك كم من دينار أمشي حالي فيهن ولآخر الشهر. كم من دينار مني أنا؟ وهذا آخر الشهر أمتى بده يجي؟ يا حمدي بيجي كل آخر شهر، بيجي آخر شهر شايف؟ وبسدك دينك، وبعدين أعطيني أنت كم من دينار أشتري فيهن كم غرض للعزة، وبعدين بسدك. على عيني يعني يا عم غافل، بس انت عارف وضعي انا، ما فيش منين بدي اجيب. خذ من مرتك. مرتي انا صحيح انا وياها هاليومين مشكل ولا بد، يعني مش زعل انا وياها، ومش معقول اروح اصالحها عشان اقولها بدي شويه مصاري انطيهن لصاحبي. ما انت عارف ال يعني اشوف غيري. ازعجتك؟ لا معلش عم غافل معلش، انا يعني بدي اثبت لك قديش اني بحبك. الليله رايح اجي عندك على العزاء وظل بعد العشاء عشان اثبت لك قديش معستك عندي. بس وين خليك؟ وين رايح؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا حبيبي. خليك، وين رايح يا زلمه؟ والله بدري يا عمي يا غافل. اهلا الله. معلش. السلام عليكم. خليك، وين رايح يا زلمه؟ الو، بده كم من ليره لاخر الشهر، واني شو بضمن لي انه يكمل هذا لاخر الشهر؟ يا زلمة يا زلمة روحت ما تدهشني يا زلمة. أحسن لك يا عم غافل، هيك بتعمل عزاك وعزا جدك مع بعض وأوفر لك. والله يريحني يا سلامة. لا يا عم غافل أنت زعلت، أنا بمزح معك يا زلمة، أنت عزيز وغالي علي. أماني صدقني. طيب أنت وين رايح يا سلامة؟ أنا رايح أعمل خطة للتنسيق بين أفراحي وأفراح حمدي وأحزانك. إيش بدنا نعمل يا عم غافل؟ الواحد لازم يقطع حاله عشان يكون في الفرح والعزاء معا لأول مرة. قطع حالك، بس بدي أطلب منك طلب. عيوني إلك. أنا ما بدي عيونك، أنا بدي قروشك. يا سلامة، بدي تديني كم من دينار عشان أسلك حالي بالعزاء. حلت قلة السلامة يا سلامة. شوف يا عم غافل، انت لو طلبت مني جوطة على البسكليت بعطيك بدون مناقشة، بس مصاري ما معيش ما انت عارف. ولا دينار. انا على الجنط. انا مش شايف جنط تحتيك، انا شايف صفط حلو. هادي شريتها اخدها هدية لابن عمة خالة مرتي اللزم. بس اقول لك وارجع عذرك ولا تورجي بخلك، خدها انت ابدا فيها يا عم غافل. وبدك يعني اوزع شوكولاته بالعزة؟ لا يا زلمه، بيعها وتمصرف بحقها، انت ابدا من ابن عمة خالة مرتي اللزم. خاطرك.
والله فيك الخير يا سلامة، بس على الله تكون هاي الشوكولاتة طرية على أسناني. يلا يا أبو فايق يلا همه بدي همه، روح زم باقي الكراسي، زم باقي الكراسي، ما تزم انت معايا بيك. أنا زميت وبعدين أنا بدي أرتب الكراسي، راح أعمل أحسن ديكورها. تعرف يعني أنا مشكلتي إني بصدق كل اللي بتقوله، ما أني عارف إنك بتضحك علي. الله يسامحك. الله يسامحني. آخ آخ عم غافل؟ عم غافل ما بدا العزاء، واللي كان سلمت عليك وبستك وعزيتك. مين؟ أبو فايق؟ نعم أنا يا أهل الفكيد. أبو فايق أيوه، بدي تدعيني شوية مصاري عشان أسلك حالي. ما أنت هذا يا ابن الحلال سالج. سالك بصعوبة، بدي شوية مصاري. مرحبا أقول لك يا عم غافل، خلينا من أولها واضحين، أنا بعطيك الدخان ببلاش. بس أمك تضيف المعازيم دائما تقول لهم خذوا 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 خذوا، اللي بده ياخذ ياخذ لحاله، واللي معكي بترجعه. ماشي يا أبو فهيم، بس ما بلاقيش معك كاش. هو أنت بتلاقي معي كاش بس ما بيطلعش من جيبتي. طيب باسم الزمالة واسم الصداقة دايني يا أبو فهيم. قطعت كلمة بحرت كلك يا عم غافل، هو أنا في الحقيقة بقدر أستغني عن 50 ورقة. أنا بديش ورقة، أنا بدي شو بعد فيني بالورقة، أنا بدي مصاري يا زلمة. يا حلال، ما هي الورقة مصاري. يعني الورقة والليرة مصاري؟ كديش بطلع؟ كديش بطلع؟ كديش بطلع نحسب لك؟ يعني لو ضربنا 5 × 10 وقسمناهن بطلع هاي 40، هاي 50، هاي 50، شو ضل معايا؟ ضل معايا الليرتين وركتي يا نصيب، يا رب نربح. يلا هاي بوسه خذ. تنتين ب50 يا زلمه، ليش انت بخيل؟ بوسه يا زلمه، انا معطيك مصاري. يلا الله يوفقك. السلام عليكم. عليكم السلام. اما ايش عم غافل؟ راح اعمل لك احلى جو. ثانك يو. بدي تدعيني شوية مصاري. حقيقة انا حطيت بنزين بالسيارة وبعدين اتفقت مع اصحاب الكراسي، يعني ما بطلع عليك الا ابو 10 نيرات. لا والله عليك انت. انا بدي تدعيني مشان امشي حالي بالعزة. حقيقة انا اليوم ما طلعت ولا طلب، لكن بوعدك اول طلب بنطيك اياه تبرعا وليس دين. ماشي يا ابو شفه، بس بدي اياك تزيد العداد شوي على الناس عشان يطلع لي كثير. لا خيوه لا، اسمح لي انا ما بزيد الا لنواحي انسانيه وعشانك بس. ابو فايق، ابو فايق، شفت ابو فايق؟ يا والله ابو فايق، وينك يا ابو فايق؟ وشوفي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل، آه يا ليل. الله يعينك يا عم غافل، الله يعينك، فعلا هذه بلوة، بدك تدفع في اللي فوقك واللي تحتك حتى تمشي حالك قدام هالناس وتخلص من لساناتهم. عم غافل اخ بدي اسمعه على الغنيوه بعد بس ما يخلص عزاه. ردي الاسواره لا غافل يا جاره، هذا غافلنا عينه عختياره، وعلى الهباره الهباره غافل بدو ختياره، وين ما جوازوا اياها هيا 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 منه بالحاره، اوعى الهباره الهباره. هب هلا 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 هلا، طلعت الموال من راسي. مالك مالك انجنيت؟ قولوا غير. انا موالي بيختلف عن موالك. طب ممتاز خلاص، غني يا عم غافل وانا سامعك. غني او غني بجي هديني شوية مصاري ولا كأني سمعت منك شيخ، ولا كأني سمعت. عيد عيد شو بدك إياه يا زلمة؟ بجي هديني مصاري
ليش؟ أدينك مصاري عشان أصير أماعي بدالك؟ إيه؟ أنت ما عندك تكافل اجتماعي. لا عندي، عندي تكافل اجتماعي، بس التكافل اللي عندي مع مرتي ومع عيال مرتي. يا حبيبي يا أبو كذبة يا أبو كرشي يا أبو رعش، أنا بدي منك شوية مصاري حتى أقدر أقوم بهالعزة، مشان الله دايني شوية مصاري. لا هو شوف يعني أدينك مصاري هاي منك وورا، بس يعني أنا بقدر أساعدك شوي إني أرخص لك الخرفان، والروس اعتبرهم أجوك هيك هدية ما من وراها جزية ببلاش. ببلاش؟ ها ما هي الناس هالأيام داقة بالروس والمخاخ. ما دام ببلاش بدقوا وعليه وعرى عليه وعرى الله يرحمك يا جدي. الله يرحمك يا جدي. الله يعينك يا عم غافل، خوف الله غير دق براسك. تفضل. مساء الخير يا قرنفلي. يسعد مساك، كيف حالك يا عم غافل؟ نص على نص، أما إذا خليتيني كل على كل بكون ممنونك. كيف بقدر يا عم غافل؟ يا مس، أنا ما قدرتش أدبر كل الخسائر اللي لازم أخسرها على العزة، وأنا مستحي أتداين منك. بالعكس يا عم غافل، ما فيها أي خجل، الناس لبعضها. أنا قلت الناس لبعضها، وأكيد المس لبعضي. بس الصحيح يا عم غافل أنا رح أستغني عن 20 دينار. مس، الدنيا فيها خير. إن خليت مليت. ملي خليت؟ الدنيا. وملي بليت؟ الدنيا كمان؟ عم غافل انت فاتي عزا للستات؟ بدارنا. ان شاء الله رح اقوم بالواجب. وأميت بديش تيجي عشان استناك هناك. المفروض تكون مع رجال. ملي بحب قاعدة النسوان يا بس، وخصوصا اذا كانوا مثلك. الله يسعد ارضه. تفضل. شكرا. عم غافل انت تستعجي اكيد جاي تشكرني. لوين اشكرك؟ دايان انت وين مش داري؟ يا زلمه شايف دايانتك؟ جبت لك يا زلمه مجموعه طرابيزات وجبت لك 8 مكتات، بس دير بالك اي مكت تضيع ولا تروح هون ولا هون، ترى الثمن غالي وهذول كريستال. ايه حاملهن على التال؟ يا عم غافل كريستال شنو يعني النوعيه غير شكل. شلون يعني غير شكل؟ اسمع، أنا لميت 70 ورقة وباكين شوكولاتة، بقد للعزة ولا دايني؟ داينة؟ لا لا بقد لليوم الأول. إيه اليوم الأول، وأنا شلون بدي أدبر حالي باليومين الثانيات؟ اليومين الثانيات شيريني؟ أنا عندي فكرة يا عم غافل، باليومين الثانيات مدبر حالنا بنفتح صندوق تبرعات بالعزة. اللي بيجي يعزيك بحط اللي فيه النصيب وبروح. والله اول مره بسمع سولف زي هيك. يا عم غافل شيرين هاي بلهاش سابقه، احنا بنسوي لها سابقه وبعدين بتصير لاحقه. يا جماعه انا ما بديش اسبق غيري. يا عم غافل مش العريس لما بتروح الناس بالعرس بتلقطوه، والميت لما بيجوا الناس يعزوه بلقطوه. طيب الميت شلون بده ياخذهن؟ انت بتاخذهن. ايه وما بيزعل؟ مين؟ الميت. انا برضي. لا لا ابو فايق. نعم ابو فايق، زيح لي خيوه الكرسي هذاك ابو 5 سنتيمتر. يا زلمه مزحناك قبل شويه ابو نص سنتيمتر. لا 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 المنظر ما هو عاجبني. اعوج انت. اعوج هاي نص سنتي. ها؟ اوكي فعلا هذا بشلك واحسن. يا زلمه صاير تفهم الضحك كومليت. شباب قطعت ابو 4 ذبايح بكفي اليوم الاول بكفي. بس كلنا هم بلدي ولا بلغاري؟ بلغاري ايش؟ 2 بلدي و2 استرالي. البلدي النا والاسترالي للمعازيم. لا
لا يا عمي، هذه بنتخربط فيها اذا عشان شيء بيطلع استرالي هذاك. كيف بدنا نوصل بلدي؟ انا بقول احسن شيء نخلط الاستراري مع البرغاري مع البلدي. الهبره الاولى من هبره، اذا ما طلعتش بلدي الثانية بتطلع ولا ما؟ فعلا ذكي ذكي. زقرت عم غافل، اهلا وسهلا اهلا وسهلا عم غافل. صرت مقطع اربع ذبايح والاربع بلدي. ها يلا مد ايدك على حبك، خلينا حبك عشان اروح اجيب الرز وتوابعه. انا معاي 70 ورقة وباكيت حلو بجد. وبكيت الحلو ايش بدي فيه؟ وبعدين السبعين ورقة اللي بتقول عنهن، ها يا دوب تجيب الحق الجميدات. فعلا فعلا شرينا، لانه الجميد الاصلي غالي كثير. وانا مشان اطلع من هالورطة عندي حلين. الحل الاول اني اتبرى من جدي. لا 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 يا ابو غافل، لا يا ريتني ما سمعت منك. تتبرى من جدك؟ لا عيب عيب وحرام. انا بقول نسمع وجهة نظرك التافهة الثانية. الحل الثاني، الحل الثاني اني ارهن بيتي او ابيعه عشان اقدر اقوم مصاريف العزاء. انا حقيقة بي عندي واحد مزنقل تاجر بيوت، باخذك عليه وبعدين يعني بقبضك سلف وانت بعدين بتطوب له. واني بطوب له من بكره الصبح، دلني عليه. الحقري يلا. فعلا فعلا يا جماعة، هالكيت العزا بصير اشي معتبر ديلوكس. طبعا العزا اللي فيه هبر ممتاز. شريني هريني رايح يصير جقة برنجي. سلامة الناس مقامات وصدر البيت إلي. لا إلي أنا، لأنه أنا لابس جاكيت جديد وهذا الجاكيت للعزيات والناس لازم تحترمني، وإذا مش عشاني عشان الجاكيت. ودنا نخسر كرسي عشان بعض؟ أي مذابح بتصير عشان الكرسي. وعلشان ما يصير مذابح وتلافيا لحقر الدماء، أنا بقول أنا أقعد شوي وإنت تقعد شوي، بس بدي تحترمني زيادة عن اللزوم قدام الناس الغرب. شوهم شفة، إذا احترمتني بحترمك. اتفضل اتفضل يا أستاذ سلامة. عشت 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 يا أستاذنا، يا كبير يا محترم يا مبجل يا أبو شفة. سلامة حقيقة أنت بتعمل جو. خلي فايق، أنا صحيح بدي أطلب منك هالشغلة بس مستعجل. يا زلمة يا تقول سلامتك ليت حياك يا زلمة. أنا بحب هيك مناسبات، ضل خذني معك. خلص بعرف، أصلاً نصاحتك هذه من لحم شتاف المناسبات. إذا مالك أنت، أنا ببقى أسولف لك بالشرق بتخش لي على الغرب، مالك أنت. أنا قصدي إني بحب لمة الناس بهيك مناسبات، لأنهم بصيروا يسولفوا سواليف ما إلها أول ولا آخر. خلاص يا زلمة، الليلة بسولف لك سولوفة إلها أول ولها آخر. بتحب أخرفك خرافيت عددون والغولة ونص نصيص ولا الكلب هذا اللي انفصم وصار كركعة؟ أيوة بدي هاي اللي انفصم. أضيك ما بديش عددون. هذا لما انفصم الكلب شاف حاله بيوم وليلة إنه كركعة. من يعرف كركعة؟ انفصم انفصم. هذه الكركعة انكسمت قسمين. قسم يا أخوي بالصدفة تبعتها راحت عجيها، وهذيك اللي راح حالها راحت عجيها. بدي هاي قال بعطيك إياها. هذيك وين بدها تروح؟ قالت بروح عند البكرة أباتها هناك. طلعت عليها البكرة قالت لها مين أنتي؟ تا 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 طم طم. هذه السلحفة يا زلمة حاولت هذا وغم عليها وسقطت من هذاك وخلاص هذه خرافية. البقرة يا زلمة مش البقرة، أنا بقول لك عن هذيك الكركعة يا زلمة. هلا 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 بالشباب. هلا هلا ما تعزونا نحن عن أهل الفقيد. هلا 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 يا مرحبا يا مرحبا يا هلا. تفضلوا هلا تفضلوا تفضلوا يا هلا. يا زلمة يا سلامة، صدقني ما عرفتك شو انت متخف جوات الجاكيت هذا. شو علي تجيري معرفتكو؟ هذه جاكيتة العزيات يا سيدي. على كل حال يسلم راسكو، اللي خلف خلف واللي ما خلف راحت عليه. الحقيقة يا جماعة هذا الفكيت مش خسارة على أهله لحاله ولا على غافل لحاله، لا هذا بكي خسارة
على كل أميركا بما فيها ضواحيها وذا أندر جراوند اللي فيها. الله يرحمه الله يرحمه. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. يا مهلي يا هلا. اسمع يا أخوي أبو كروي. قول يا جميل جمال قول. أنت هني اللي بتشرب هو أنا بفوت لك اللحمة. لا 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 أنت مالكش بها الشغلة. اللحمة أنا اللي بعرف خباياها، أنا بعرف وين البلد وين الأسترالي، فأنت شرب وأنا بفتفت. انتبه الله يا جماعة، الله يحفظكم. يسلم روسكم يا جماعة، يسلم روسكم. يسلم راسكم. هلا. أهلا وسهلا. البقية بعمارك. يسلم راسكم يا جماعة. وراسك. يسلم راسك يا أخويا، يا سلامة. يسلم. تشد حالك لا يطب لك عرق بعدين. هلا. تفضل. قوم قوم ما نجي عندي هو لا بقى يسر راسك يا جماعة الخير. هلا هلا شيل لها الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلم نور والجهل ظلام بظلام. درسك من دهلك ابعد عنك هالأوهام. درسك من دهلك ابعد عنك هالأوهام. الدرس الأول الآن حضرة بدرة كلي عمي عد العشرة. والدرس الثاني رجع عبجد هوز حطي كلم حطي كلم. ساق الله يا ملك جدي يرحم هذي كالي يأوي بيطور غيب تربط خفيف وفهمنا الدرس حلوة. آه بحلاها.